الأمني ولليوم الثاني على التوالي من زيارتها الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، قام الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي البارحة بزيارة إلى مركز رواد الفضاء في العاصمة الصينية بكين، أين اطلع على القدرات التقنية واللوجستية لهذا المركز بما في ذلك الوسائل المستخدمة في عمل رواد الفضاء. الفريق أول طاف أيضا برواق العرض الذي يضم أبرز مراحل تطور وكالة الفضاء الصينية، بالإضافة لأهم المنتجات التكنولوجية التي تقدمها مختلف الشركات والأكاديميات أيضا في الصين الشعبية من أجل تطوير العمل في مجال الفضاء والاتصالات عبر الساتل. كما